أنا البيت هذا إلى 5 سنين مبني، وفي 5 أشخاص 5 أفراد، ومساحته 140 متر. إذا هاد يعني أنا وين بدي أروح؟ فيش محل أنام فيه، يعني الواحد بدفع دم قلبه عبين ما يبني البيت زي هذا، وأنت بتعرف الأحوال والظروف. بناشد أهل السلطة وجميع الدوائر الحكومية يقفوا معاي، لأن الإخطار أجاني 7 أيام، وقبل سنتين حوالي انهدم لأخوي، لأخوتي 2 أجاهم إخطار 4 أيام وانهدم. الهدف التخريب والتضييق والترحيل من مناطقنا والتوسيع مستوطنات. بالنسبة لقرية كشان، قرية كشان تقع في الجنوب الشرقي محافظة بيت لحم. الاعتداءات المتكررة والمضايقات يوميا بشكل مباشر من المستوطنين على رعاة الأغنام وعلى مصادرة الأراضي بشكل كبير، ومنها اختارات هدم بيوت في القرية. قرية كشان تعتمد على الثروة الحيوانية بشكل عام. المناطق الرعوية المحيطة بالقرية تقريبا مصادرة بالكامل، مضايقات يوميا بشكل يومي، مضايقات من مستوطنين على شكل رعاة أغنام، مستوطنين على شكل رعاة أغنام ما يسمى بالاستيطان الرعوي. عندنا اعتداء بالضرب، اعتداء بالغاز الفلفل على المواطنين والمواطنات. انتم كما تعرفون هذه مناطق جبلية وتندب فيها عشبة العكوب، وفي أطفال ونساء بطلعوا لهيك شغلات.